يحضر لنا هنا مطبق الصاج، اضف لنا اول حاجه هنا جبنه سائله، وبعد كذا اضاف هنا الخضار مع البيض، ويعطيها كمان هنا طبقه جبنه شيدر، ونزود كمان هنا التون عليها. السلام. وبيجهز لنا هنا معصوب الحليب. سلام على شغلك. ونزود هنا الحليب. وهذه أشهر عريكة كاجو في جدة تلاقوها هنا في مطعم الصاج. عريكة الكاجو في مطعم الصاج كلام كبير. ما شاء الله عليهم مبدعين. معصوب جوز الهند وحبة البركة. العنوان بجنوب جدة وتحديدا كيلو 14 بجانب سوبر ماركت الخيرات وبجانب مستوصف الياسمين الطبي.